تقنية إنترنت الأشياء ما هي جديدة في السعودية أو العالم. في الحقيقة هي تعود لعام 1999، فالمخترع البريطاني كيفن أثينتون هو كان أول من أطلق مسمى إنترنت الأشياء، وهذا المسمى يتضمن كل الأجهزة اللي ممكن تستطيع العمل على شبكة الإنترنت، واللي بإمكانها جمع وإرسال ومعالجة البيانات اللي نلتقطها من بيئتها المحيطة، مستخدمة لذلك حساسات مضمنة ومعالجات ووسائط اتصال تسمى غالباً بالأجهزة الذكية، لأنها تستطيع التواصل مع الأجهزة الأخرى المرتبطة بها والتفاعل مع المعلومات التي تصل من الأجهزة الأخرى. أما في مجال الأعمال، تقدر هذه التقنية تحسن العملية بزيادة الإنتاجية وتقليل الضياع المادي والأعطال المفاجئة، وتساعد الحساسات الموجودة في البنى التحتية للمدينة في الحد من الازدحام في الطرق وتنبيهنا في حال كانت البنية التحتية في خطر الانهيار. وفيما يتعلق في مجال البيئة، بعض الأجهزة الموجودة في الطبيعة بإمكانها مراقبة تغييرات الظروف البيئية وتنبيهنا بالكوارث القريبة. ومن هذا المنطلق جعلت المملكة العربية السعودية استخدام إنترنت الأشياء ركيزة أساسية بمعظم مشاريعها القادمة، خصوصاً إن سوق تقنية إنترنت الأشياء نما لنحو 201 مليون دولار في عام 2021، وهناك توقع أنه يساهم في الاقتصاد العالمي بأكثر من 14 تريليون دولار بحلول عام 2030، كما يتوقع أن يتجاوز عددها أكثر من 97 مليار جهاز حول العالم، بمتوسط تملك كل شخص 15 جهاز. هذا الرقم من الممكن تصديقه، فجميعنا يمتلك هاتف ذكي، وهو الجهاز الذي يعمل كنقطة اتصال الكثير من الآلات المرتبطة فيه. مثلاً أجهزة التعقب الرياضية القابلة للارتداء تعتبر شائعة الاستخدام ضمن تقنيات إنترنت الأشياء، تقدر كواشف الدخان والكاميرات الأمنية مراقبة سلوكياتك ومساعدتك في توفير الطاقة، وتمكنك أيضاً من رؤية مشهد تصويري لمنزلك عن بعد أو إرسال إنذار لما يصير شيء غير طبيعي، وهنا تسهل عملية الاتصال بخدمات الطوارئ. وتقدر أيضاً تشتري وسوم صغيرة وترفقها بالأجهزة، ومن ثم تعقب أي جسم مثل مفاتيح السيارة أو الحيوانات الأليفة وحتى